كل يوم البلد بتنهار، كل واحد عايز يخطف الكيكة اللي هو عايزها، عايزين كل واحد يمشي البلد بمزاجه. لحد دلوقتي الشارع غير مؤمن بالمرة، لا بالحكومة ولا بالمعارضة، لا الإخوان ولا جبهة الإنقاذ، لا حكومة قنديل ولا حتى جبهة الضمير الوطني التي انطلقت منذ ساعات. أنا شايف أنه صورة ضبابية، المشهد حالك السواد، المصريين عايشين في حالة اكتئاب شديدة، وأنه نحن حتى الآن نبحث عن المنتظر. في صراع في الشارع على السلطة، وطبعا الشعب يعني هو المطحون في القصة، لكن هو في صراع على السلطة، وفي طرف متشبث بكل السلطات في الدولة. جبهتين دول يقدموا تنازلات ودول يقدموا تنازلات، لأن يا جماعة السياسة فن لا ممكن، يعني لازم احنا يعني لازم هنا في تنازل وفي تنازل، وبعدين احنا دي سياسة داخلية مش خارجية. مؤسسة الرئاسة مش عايزة تقدم أي، مش هنقول عليها تنازلات، بس ان هي تتغاضى شوية عن بعض الشروط اللي هي فرضها على جبهة الإنقاذ، عشان برضو جبهة الإنقاذ دي بتمثل كذا فئة في الشارع. المفروض المعارضة تبدأ تتجه لمجلس الشعب، يبدأوا يجهزوا نفسهم لمجلس الشعب. ده نتيجة ان الإخوان يعني قافلين على نفسهم على الأجندة بتاعتهم، مش عايزين يعملوا يفكوا الحوار شوية. هم بيدعوا الحوار عشان الصورة بس مش أكتر، يعني هو مهتم بالحوار ليه؟ كل شوية يقول لك الحوار، هو الحوارات أصلا يعني إيه اللي أنت حاسه كحوار؟ مانيش حاسس بحاجة في الحوار، ومش حاسس إنه أنتج عن حاجة ولا أفرز حاجة تفيد المجتمع أو توقف العنف اللي في الشارع ده. نحن المفروض نبقى رايحين لحوار، لأن التصادم أولا هيخسر الإخوان ويخسر المعارضة، فالمفروض يبقى في عقلاء يخشوا بين الاتنين يحاولوا يهدوا الموضوع. يعني كل واحد بيدور على كرسي، كل واحد بيدور على هو يبقى إزاي يمسك منصب، وإحنا بالتالي ما شفناش أي حاجة حلوة أو بوادر حلوة من ساعة ما الراجل مسك البلد. انا ماليش دعوه، انا كراجل مواطن مصري فقير عايز اكل واشرب. مره اخرى نعود ونلتقي لمواصله الحوار حول قضيه اليوم، هل احتمالات الصدام ام التوافق بين الحكم والمعارضه ممكنه ام غير ممكنه، اي الاحتمالات هو الاقرب للحدوث. ضيوفنا الحمد لله يعطوا مسحة من الأمل، يتحدثون على أنه احتمالات التوافق كبيرة رغم وجود الأزمات. حتى الآن نحن نحاول أن نقيم ما يقولونه ونختبر مدى صحة هذا الأمر، ونرجو أن يكون كلامهم هو الصواب، لكن المعطيات اللي موجودة أمامنا بتدي مؤشرات أخرى. بسأل الدكتور معتز. دكتور معتز، هل من الممكن أن تتخيل هذا السيناريو، أنه تحدث حوارات وطنية تنجح في المرة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة في الجولات المقبلة، يتم توافق على مجموعة من النقاط، يتم قبول آراء منتصف طريق ما بين الطرفين، تهدأ النفوس، لكن في الآخر هل يهدأ الشارع؟ ده سؤال يعني فعلا معضل، لأنه مبني على اتنين ممكن. يعني هل ممكن أولا أن يحصل تلاقي ما بين العقلاء من الطرفين؟ إذا افترضنا يعني إذا افترضنا، هل بقى يعني هو في فجوة رأسية ما بين دول ودول، وفي فجوة كمان أفقية ما بين دول ودول، يعني أقصد الناس اللي في الشارع. والنبي بسطها، يعني بلاش دول ودول، رأسية وأفقية والجماعة دول اللي بيكرهوا الجماعة دول. أنا عندي نظرية على الفيسبوك، الحبة دول والحبة دول، دلوقتي بقى في الحبة دول فعلا. يعني في التيار الإسلامي بأنحته المختلفة، وفي التيار المعارض اللي هو جبهة الإنقاذ ومن معه، وهم ليسوا وحدهم المعارضة، طبعا هناك المعارضة أوسع زي ما قال الدكتور أيمن. لكن في كمان مشكلة تانية، هو أن في فجوة بين النخبة السياسية، ومعها النخبة السياسية بمعنى الرموز السياسية الموجودة، واللي احنا سميناه من شوية الطبقة بقى السياسية، اللي هي الناس اللي ماشيين في الشارع وعنده اعتبارات تانية خالص، ويرى أن حسابات النخبة الحاكمة والمعارضة ما هياش في باله، وواضح تماما ان هم جم في فترة من الفترات لقينا ان الناس تقول انا انزل الشارع واعتصم واحتج وهقطع طرق واوقف النهاردة اللي بيحصل، امنع دخول الموظفين والمواطنين ل مجمع اللي في ميدان التحرير، بغض النظر عن مين بيقول ايه فوق، يعني بغض النظر هم اتفقوا على ايه. وبالتالي هذه الفجوه مشكله، طبعا هي محتاجه ان احنا نوضح مجموعه من الحقائق، وهم طبعا كل واحد بقى يعمل لها بروسيسنج او يفكر فيها ويشوف ده ممكن يحصل ازاي. نظريه اسقاط الدكتور مرسي عبر الاحتجاج او المظاهرات او الاعتصامات او الكلام ده، دي مساله عايزه حاجه زي اللي حصلت من
25 ل 12 فبراير. عندنا نظريه كده في مصر او مثل يقول لك ضربه من مرزبه والعشره بالشاكوش. اللي حصل في من 25 يناير ل 12 فبراير دي ضربه من مرزبه، دي مرزبه كبيره. ده كل قطاعات الشعب المصري نزلت بوضوح بقى من الاخر. انا هو اللي قرر، انا واحد من الناس كنت ساعتها في امريكا، انا اول ما عرفت ان بقى في بقى في اضراب في بالذات عمال النقل اللي بقى بتتكلم عن قطارات وبتتكلم عن، انا عرفت بس البلد هتتشل. ما دام البلد هتتشل يبقى الجيش هتحرك بقى، مش مجرد ان هو واقف سلبي كده يعني واقف في الشوارع وبيكتبوا على الدبابات يسقط مبارك ويشتموا فيه وكلا. لا، انه خلاص هيقول البلد بتوقع وانت خلاص ما بقاش بقى شويه شباب ما بين قوسين كده زعلانين منك ومقموصين ولا عندهم مشاكل. لا، ده بقت مساله في قطاعات واسعه من الشعب المصري خارجه وبوضوح بتقول امشي امشي انا بتفهمش ايه والكلام، التعبيرات دي كلها. هل المشهد ده ممكن يتكرر الان؟ انا ما اعرفش اذا كان صعب بالنسبه لي اتخيل انه في الفتره القريبه دي يحصل ده. ايا ما كان، انا واحد من الناس بنتقد الدكتور مرسي وبنتقد الرئاسه وبنتقد الحريه والعداله في حاجات كتير قوي حصلت الفتره اللي فاتت دي بشده، يعني مش بقى. يعني انا عاده بتحفظ في الفاظي، لكن في بعض الاحيان انا فعلا كنت هتجنن لانه حاسس انه ناس بتضيع فرص كتيره جدا جدا. ان هو التعبير اللي قلته ان الدكتور مرسي يكون رئيس مجلس اداره الوطن والعضو المنتدب، يعني هو رئيس مجلس الاداره ده في كل الاسماء حياتنا السياسيه، اي اسم تتخيله المفروض يكون على هذه الترابيزه الكبيره اللي بتدير الوطن. اما الدكتور مرسي هو العضو المنتدب، انا زي انا بقول ده زي نيلسون مانديلا ما كان بيعمل، زي لولا دي سيلفا، ان يكون في الاخر خالص هو لا 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 يحكمنا وانما هو يدير شؤوننا بموافقتنا. فازاي ايه موافقتنا دي تيجي منين؟ مش هيكلم الناس واحد واحد، انما هيكلم هؤلاء الناس اللي ممكن نتوافق ونختلف ونتفق زي ما هو وعد. هو القضيه في المشكله ان كل الكلام ده انا باذكره بان هو وعد بيه، يعني لا جديد. هو قال هنعمل دستور توافقي واننا لن اكبر من اطرح دستور على الشعب غير لما يكون في توافق، وانا واحد من الناس مش عايز اقول خدعت، بس انا يعني تصورت ان ده اللي هيحصل، ان احنا هنطلع اي حاجه تطلع من الجمعيه التاسيسيه سواء الجمعيه اتحلت او وقتها عدى وما طلعناش دستور، هيطلع مسوده تسلم للناس ويقعدوا يتفقوا عليها، وانا او كان طلع مشروع دستور نقعد برضه نتوافق عليه ونشوف ايه المواد الخلافيه. انا شايف ان هي احنا بنبني بلد مع بعض، والكلام ده اتقال من الحزب الحريه والعداله كتير جدا، ما حدش هيقدر لوحده يحكم هذه البلد ولا يحصل انه ينجو بيها. ايه بقى اللي حصل من 22 نوفمبر لغايه النهارده؟ ده في حصل بارادايم شيفت، قلع النضاره التقليد الشفافه اللي كان شايف بيها ولبس نضاره ثانيه لونها احمر لونها اخضر لونها اصفر، المهم بقى شايف الدنيا بشكل مختلف وبقت احكامه مختلفه. وانا حتى الان انا يعني بوجه انتقادات واضحه ليه في هذا الامر، انما ده يساوي اللي حصل من 25 نوفمبر لغايه 12 فبراير؟ انا مش شايف ده. انا شايف 25 من 25 يناير لغايه 12 فبراير انا مش شايف ده. انا اللي شايف ان انت دلوقتي بتضرب الشاكوش، بتعوره وبتعور البلد كلها، بتعطلها، بتدي انطباع سلبي عن الحاله الاستثماريه اللي موجوده فيها، عن حاله السياحه اللي موجوده فيها. انما هل ده يوصلنا في الاخر لاسقاط رئيس جمهوريه منتخب من 6 شهور؟ السؤال الذي اساله لثلاثتكم، هل هناك اي من الطيارين حاول أن يضع مصلحة البلد فوق مصلحته أو موقفه الشخصي لحقن الدماء وإنقاذ البلاد من الهلاك الاقتصادي؟ أجاوب من الأول عشان بس يعرضوني بقى وناخد سهم المعارضة. فضل. أنا بقول نعم الدكتور مرسي فعل ذلك ودعا إلى الحوار. هو إزاي هننقذ بلد من غير حوار؟ هو حضرتك هم نقعد نعمل مؤتمرات صحفية أو أجي حضرتك في برنامج وأقول كلمتين والتاني يقول كلمتين ومؤتمر صحفي أو أعمل مسيرة أو مظاهرة خلص المشكله ما اتحلتش. لكن لما نقعد زي ما احنا قاعدين كده ونتقول ونتخانق او ما نتخانقش او نتوافق او ما نتوافقش وكل واحد يدلي برايه، ده بدايه الحوار. الدكتور مرسي ما فاتئ ان يقول هلم ولا الحوار مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، وجزء كبير من جبهه الانقاذ تقول لا. والنبي رد. ارجوك رد. ما تحطش ايدك كده، ما تحطش ايدك كده وتسلبته على بعض. ارجوك رد. لا انا عايز اقول للدكتور حلمي مسالتين. اولا انا الحقيقه انا ليبرالي، والليبرالي يعني اؤمن بالحوار، يعني اذا كفرت بالحوار فانا كفرت بتراث الفكر كله، اذا كفرت بفكره القبول بالاخر فانا برضو هدمت كل تراث الفكر. فاحنا اهل الحوار واحنا لبينا فكره الحوار من هذا المنطلق. لكن كمان يا دكتور حلمي الحقيقه عندنا اشكاليات في الحوار، وانا هقول كلام ربما يفهمه البعض انه مجامله للدكتور محمد مرسي. شخص محمد مرسي اكثر التزاما بما يعد به، يعني ما بيبقى الوعد في اطار صلاحيات الدكتور محمد مرسي شخصيا زي ما كان الموقف في الغاء الاعلان السوري التزم، واللي كتبته بخط ايدي هو الذي صدر دون تغيير حرف.
اما الموضوع بيروح عندهم شويه بقى في الحريه والعداله وفي الجماعه والكلام ده التقديرات بتختلف، وده حصل ثلاث مرات على مستويات مختلفه. مره ودي كانت خطيره جدا وخلتنا انسحبنا من الحوار، اما حصل تغيير في مادتين من ال 12 ماده اللي اتفقنا عليهم في قانون الانتخابات، ولم نعود للحوار مره ثانيه الا ما وعدونا ان الدكتور سعد كتتني قال هنعيد تقديم مره اخرى المادتين اللي حصل فيهم مغايره، وكانت مغايره غير مبرره يعني حتى يعني حتى مش حاجه خطيره مش حاجه تفيدهم خالص، يعني هي حاجه اضرت كل الناس وضربت الحوار في المقتل وما فادتش حد. فالمغايره هنا ما جاتش من الدكتور مرسي لكن جات من حزب الحريه والعداله وحزب الدكتور مرسي. مره اخرى اما اتفقنا على ان مجلس الشورى يتم فيه تعيين 90 مدني عشان يحصل توازن، وبعد تعيين ال 90 هيبقى عندهم اغلبيه 54% 54 وكسر، يعني لما يتعين ال 90 من القوى المدنيه هيبقى عندهم برضه 54%، ورغم هذا جم في الاخر تحاموا على شويه كراسي وكلهم عدد قليل قوي يعني 3 4 5 مش فاكر رقم مش كبير، لكن كسر فكره اتفاق اتفقنا عليه في الحوار فهدم حته من الحوار. انا عايز اقول للدكتور حلمي وهو من البنا ثلاث مواقف، فين الموقف الثالث؟ الموقف الثالث الحقيقه كان في اطار الاعلان الدستوري ان الدكتور محمد مرسي قال انا موافق على اللي انت هتوافق عليه، اما جينا نكتب جمله الغاء الاعلان قعدنا 12 ساعه نتفاوض مع الحريه والعداله مش مع الدكتور مرسي، ولم ينقذنا في هذا الموقف الا يعني انه كنا وصلنا الى حد خلاص مش قادرين نتفق. انا كان كل شويه نائب الرئيس بينزل يجيبني من الجنينه بعد ما الم ورقه متشكرين سلام عليكم ماشي من اول جلسه حوار. الرئيس هو اللي دخل وقال لا خلاص زي ما اتفقتوا يتم، وده كان على خلاف راي الحريه والعداله. لكن هم التزموا بالقرار الرئيس اما كان القرار في ايد الرئيس. فانا الحقيقه بقول طب تسمعني انا بعمل مداخله بسيطه سطرين بس كده اتفضل الان ذلك اذن يعني طبعا اتفضل يا فندم الان ذلك ان وجود الحوار كان ضمانه للتعامل مع الدكتور مرسي بشكل مباشر وجعله يستعمل سلطاته بشكل مباشر بعيدا عن ما حضرتك سميته تدخل الحريه والعداله او الاخوان المسلمين. شوف هقول لك على حاجه، هو الدكتور مرسي الحقيقه ايسر في التعامل. طيب خلاص يبقى اذا والتعامل معاه الحقيقه انا اشهد بهذا. انا رجل عندما يعني يتعهد في حدود ما يملكه لكن برضه خلينا نتكلم بصراحه، الدكتور مرسي ظهيره وسنده هو هذا أيوة بس حينما التزم حضرتك مش مجرم اما التزم في حدود ما يخصه هو التزم مش ما يخصه يبقى اذا الحوار كان ضمانه ان نجعل رئيس الجمهوريه انا على فكره انا مع الحوار محاطم وانا رايي ان الحوار لم يفشل بنسبه 100% زي ما الناس بتقول يبقى في كمان لم ينجح بنسبه 100% جزء من الاتفاق يعني لكن في جزء مهم انجزناه يعني احنا قدرنا نلغي الاعلان السوري الكارثي اللي من وجهه نظرنا كان كارثه على الوطن صحيح ده انجاز قدرنا نتفق على 10 مواد من 12 ورجعنا الاثنين التانيين ل 12 فبقينا اتفقنا على 12 ده برضو انجاز قدرنا نحقق يعني تغيير نوعي في شكل مجلس الشورى ما هوش كبير لكن كنا نتمنى يكون اكبر انا بس عايز اقول الروح الحزبيه الحقيقه محتاجين ان هي تنخفض شويه عايزين زي ما قال الدكتور حلمي روح الوطنيه احنا وطن في ازمه مش حزب في معركه معركة الحزب سهلة جدا انتصروا فيها كمان 5 سنين كمان 10 سنين مش مهم بس يبقى في وطن صحيح احنا في لحظة ممكن ما يبقاش في وطن ممكن يبقى في اوطان احنا مهددين بجد في بقائنا واستمرارنا. اخر نقطة بس عايز اقولها فيما يخص موضوع الدكتور مرسي هو قلع نظارة ولا غير نظارة والتغيرات اللي بتحصل انا رأيي ان الدكتور مرسي في ازمة حقيقية هذا الرجل يحتاج الى فريق عمل مختلف مش مختلف عن اللي موجود مختلف عنه هو شخصيا يعني انا مثلا معين الدكتور عصام العريان مستشاره انا بقيت بشد في شعري انا مش فاهم طب مستشاره في ايه يعني عماد اديب بيستشير عماد اديب طب خليه مساعده لو مساعده انا افهم ده اما يبقى كل فريق العمل تقريبا من نفس القماشه او من نفس المنطق اللي انا بحترمه واقدره لكن في النهايه هو نفس المنطق لازم يكون عنده فريق متنوع يا استاذ عماد احنا ما بنقعد في احزابنا ونلاقي كل اللي قاعدين على الترابيزه متفقين على راي واحد في موضوع واحد اقول لهم طب حد يمثل ان هو مع الراي الثاني عشان نسمع الراي الثاني لا يوجد راي ثاني ارتدي القبعه السوداء بالظبط يقول لك كده خد بقى وجهه نظر يعني تاني. الحقيقه ما عندوش راي ثاني هو بيصدم براي ثاني اما يطرح ذلك بيحصل ان في قرار وبعدين يحصل تراجع عنه لانه بيسمع كلام لم يسمعه قبل ان يصدر القرار فهذا الرجل الحقيقه في ازمه
الحكومة الحالية هي أزمة، الحكومة كلها على بعضها أزمة، يعني حالة الحكومة المصرية الحالية هي أزمة ويجب التعامل. ليه يا دكتور؟ يعني عدى 3-4 أسامي أنا بعتقد أن هم يعني أسامي واعدة وممكن يكون لها دور في حكومات قادمة أفضل. منظومة الحكومة منهارة منهارة. الدكتور هشام قنديل أنا بحترمه على المستوى الشخصي وراجل لطيف وجميل وشاب هايل، لكن الحقيقة لا في هذا التوقيت ولا في هذا الزمن هو شخص غير مناسب بالمرة للحظة، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا حاجة أبدا. ما عنديش مبرر لبقاء الدكتور هشام قنديل، ممكن يكون ما عنديش ترشيحات أخرى، ممكن يكون ما فيش بدائل مطروحة قدامي الآن، لكن بالقطع هو اختيار غير صحيح. دكتور مرسي بيتحمل كل ده وهو المسؤول عنه لأن دي اختياراته، يعني قل لي من معك أقول له كمان أنت. فأنا بقول الدكتور مرسي محتاج إصلاح هيكلي، وأنا هعكس كلام الدكتور معتز اللي بيقول مش هيحصل ودي ضربة شكوك مش ضربة مرزبة، لا أنا عايز أقول خليها ضربة مرزبة. وهب أن الدكتور مرسي بكرة الصبح الساعة 8 مشي، ماذا سيحدث؟ هيجي لنا 8:05 رئيس ليبرالي، رغم ان انا رايي ان لو مشي مرسي بكره هيجي لك حازم مثلا، مش هيجي لك حد يعني، لا خليني اقول لك لا جه رئيس ليبرالي. المعارضه تطالب بتطبيق الشريعه. طيب يبقى الناس اللي هم في المعارضه دكتور هينزلوا بعد 6 ساعات، يعني اذا كان الدكتور مرسي قعد 6 شهور فرئيس ليبرالي الجديد ده اعتقد انه هيقعد 6 ساعات مش 6 شهور، وندخل بقى في حاله الصمام. انا بقول لاخواني الليبراليين واخواني الكارهين لوجود الدكتور مرسي، انا على فكره انا مش كاره الدكتور مرسي بوصفه اخواني، انا كاره اداء الاجهزه المحيطه بالدكتور مرسي واداء الدكتور مرسي اجمالا، لكن انا مش كاره الشخص. خليني اقول الكارهين الشخص، الكارهين الراجل ده لانه اخوان. لو انتوا كارهينه بجد سيبوه يكمل، ارجوكم سيبوه يكمل، دي اكبر ضمان ان مش هيجي لنا رئيس ثاني اخوان على الاقل 20 سنه قدام. هذا نظريه بالاداء ده. طب هنسمع تعقيب هنسمع تعقيب الدكتور حلمي عن النقطه دي بعد الاعلانيه. تابعونا بعد عشان استوعب بس واضح الكلام على الهواء مباشره لازم.